اذا تطلب الامر انك انت تكتب على نفسك شيكات او ايصالات امانه، اكتب بحجم الدين الاصلي الحقيقي، ما يبقاش الدين مبالغ فيه، وفي نفس الوقت نبقى متوخين الحذر. يعني احنا مش لازم نبقى نلجا لهذا الاسلوب، لان في النهايه بيؤدي الى ايداع ناس اسوياء للسجون، واحنا كمان بنبقى مهم جدا ان احنا ناهلهم بكافه اوجه الرعايه.